وجهتوها إلي بخصوص قصة تجارة الأسلحة مزبوطة. أنا اللي بشتغل فيهم، وكل الأسلحة اللي لقيتوها لإلي. بس طبعاً متورطين بهالموضوع مو أشخاص صغار مثل محمود وسليمان وزينان مثل ما لكم مفكرين. حجم التورط أكبر وأعمق، وإذا بتعطيني فرصة رح سلمك هدول الناس واحد ورا التاني من الصغير للكبير. إذا حضرتك ما صدقتني ممكن تمسك الجزء الصغير من شبكة العنكبوت، بس ما بتكون قضيت عليها كلها، لأنه محمود وسليمان وزينال هنن خيوط صغيرة بهالشبكة وفي غيرهم ناس أهم. بس إذا قلت لحالك أنا بكفيني أني مسكت محمود وعرفان ومو محتاج أمسك غيرهم، وقت رح لك معك حق يا سيادة المحقق، وبعتذر منك لأني زعجتك بهالوقت، وأنت بتروح على بيتك وأنا برجع على زنزانتي بحط راسي وبنام. بس إذا قلت لي إنه هدفك تمسك بقية خيوط الشبكة بالكامل، وقت رح أطلب منك إنه تسمح لي أخذ من وقتك لحتى نحكي بالمعلومات المهمة اللي ممكن تفيدك. شوف لف ودوران ما بدي، أعطيني أسماء لشوف. في تشولاك مثلا، نجمي، تعرفهم أكيد، قدرت تمسكهم؟ لا. وفي عنا سنان مثلا، لقبه أوفلو، ومع أنه ما له مدعوم بس ما قدرتوا تمسكوه. وفي واحد اسمه وداد، وفي أسماء كتيرة إذا بدك بعدين بقول لك إياها. تعرف أنه هدول هن اللي عم بيبيضوا أموال سليمان؟ باختصار يا حضرة المحقق أنا بقدر أجيب لك كل هاي الأسماء، بس أنت طالعني من السجن وأنا بتكفل بكل التفاصيل بعدين. وين ما كانوا متخبيين أنا بعرف كيف فوت على الجحر تبعهم. هيك أنت بتربح الوصول لشبكة العنكبوت الكبيرة وأنا رح أربح حريتي. رح تكون مخبر يا عرفان مقابل أنك تطلع؟ مو هيك، كلمة مخبر أقل من الشي اللي بدي ساويه، لأني ما رح بلغ عن حدا. أنا رح أجيب لك كل هاي الأسماء لعندك لهم، بس قبل لازم أضمن أنك رح تطالعني من السجن. مو أنا بقرر بهالأمر، النائب العام. إذا اقتنع بكلامك ممكن يوافق. كيف مو أنت اللي بتقرر يا حضرة المحقق؟ كل هالمواضيع بتنحل من عندك، بس بالأول لازم تختار أنت فعلا بدك تمسك خيوط الشبكة أو ما بدك. وبعد ما تختار ما رح تعجز أنك تقنع النائب العام ياخد قراره. أنا شو أيوب إجي؟ كملي أنت. انت لشو عم تخطط؟ شو في براسك؟ عن جد فيك تسلم المتهمين للشرطة؟ ايه جد طبعا، شو فيها؟ اذا هالشي بيخليني اطلع من السجن فما عندي مشكلة اني اكون مخمر ومستعد ساوي اي شي. طيب وين ورشة نجمي؟ تكير داغ. اسم مافي الحقيقي؟ طيب الملقب أوفلو من أي ضيعة؟ شايا كار. شو بتفرق يعني إذا هو من هاي الضيعة أو من غيرها؟ ما فهمت. وعم تشلف تشليف الأجوبة. عرفان أنت ما بتعرف أي شي عنهم، اللي أنت ليش هيك عم تساوي؟ لأنه ما في عندي خيار تاني. لك مشان الله شو عم تقول؟ أنت مستوعب بشو عم بتخاطر؟ أنت بهالطريقة عم تضلل العدالة والتحقيقات. أنت عم تحكي لنا عن أسماء ما بتعرف حدا منهم. الأفضل أنك تدور على دليل براءتك، مو تتورط أكتر عرفان. مو هيك بتنحل الأمور. نهال معلش تروقي وتهدي شوي، أنا طول عمري كنت مفكر أنه الخير بينتصر،
هيك فكرت. اعدي الله يوفقك. أنا طول عمري أمنت إنه ما بيضيع حق ورام طالب، وإنه الخير بينتصر بالآخر. أبي حكى لي الحكايات وأنا صغير، وأنا لليوم كمان عم أحكيهم لابني الصغير. قال شو بالله؟ قال النملة بتقدر تهزم فيل. لا وقال شو كمان؟ عقلة الإصبع قادر يروض العملاق. قال عماله عيونه بعدين ربطه بالحبل. كله كذب وخداع. الأخيار بعمره ما ربحوا شي غير الوهم. شفت هالشي بعيوني. لنفترض بالواقع النملة تحدد الفيل، فشو رح يصير؟ الفيل رح يدعس عليها ويكمل طريقه. لنفترض عقلة الإصبع حب بنت السلطان وعاشوا قصة حب ولا أجمل، شو رح يعمل العملاق برأيك؟ رح يعمل حاله أعمى ومو شايف شي؟ والله لحتى ياكله بلا منح. ريان، شعارات الرنانة تبع الإنسانية شو فادت البشرية؟ الناس الأخيار وين قوتهم؟ شو بيقدروا يعملوا؟ ولا شي، ولا شي. هن بس عم يحاولوا يضلوا صامدين بهالحياة، محافظين على مبادئهم وقناعاتهم، مع أنه قلوبهم عم تندبح بهي الحياة. ما في عدالة للضعفاء نهال، وهذا الشي أنا بعيني شفته. طيب شو بدك تعمل؟ بدك تتخلى عن مبادئك وبدك تحاول تنتقم من اللي ظلمك وتصير ظالم مثله، مو هيك؟ إذا اضطر الأمر أنا قبلان صير ظالم وراح بيع ضميري، بس ما رح أسمح لحدا يبعدني عن ابني لو شو ما صار، وما رح أسمح لهم يهددوا حياتي أبداً. حتى لو بدي يصير مجرم كل شي رح يتغير. مفكر إنه الموضوع بهالسهولة عرفان بيك؟ معناتها لساتك ما بتعرفين هدول الناس ولا قديش عم بتخاطر. هدول مثل النار، إذا بتقرب منهم فوراً بتحترق. إذا فكرت تخاطر وتدخل لعبتهم رح يقتلوك بدون تردد. يعني برأيك إذا أنا متت ولا عشت شو رح تفرق مع واحد مثلي؟ أنا تخليت عن حياتي من زمان كرمال ابني الوحيد، وهلا مستحيل أتركه ولا رح أسمح لابني يربى بين ناس سيئين شو ما كان التمن. ولهيك إذا اضطريت كون زلمة مافيا مع المافيا رح كون، وإذا اضطريت أحمل سلاح بوش رح أحمل، ولو بدي وقف بوش الشرطة كمان، ولو عرفت إني رح موت مستعد موت وأنا عم حارب كرمال ابني. خيرات أوفلو اسمه الحقيقي خيرات، ومافي بالأصل هارون. ورشة نجمي موجودة بتشايكوس. هذا الحكي ما حدا بيعرفه، احفظه مشان مقابلة النائب. مهيب بيك صار شريكنا، مع انه لبكني كتير حتى وافق. بيك صار رأس المال تبعنا محرز، وعنا كتلة نقدية بتخوف اكبر شركات السوق. ربنا يزيدنا ويبارك لنا من نعمته. الف حمد والف شكر. ولسه يا سليمان بيك بدك تطول بالك لنفتح شركة بابل للتعدين بشكل رسمي، ويضرب اسمنا بالسوق ويصير قوي. وقتها ما رح تلحق تعد مصاري. اكيد الشغل رح يكبر اكتر مع الوقت ورح نقوى بالسوق، ما عندي أي شك. يلا هلا ما تتأخر من شان الاجتماع. لا ما تقلق ما رح أتأخر. قديش شوفتك بتريحني يا أمر. كيفك؟ صباح الخير عم عمران. بالآخر رح تقلي بابا، بس كل شي بوقته حلو. شو عم تعمل حبيبي؟ تعال اشوفك حبيبي، تعال 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 ورجيني لشوف مين هو. كأنك صاير قوي كتير انت، ها؟ إجا عمران. ليكو عم يلعب هو وريان؟
هاي هديته؟ جاب طقم لريان وجاب لي معه هذا الفستان مشان ألبسه بالعرس. أنا ما عم استوعب بصراحة، كيف بدك تروحي على عرس عدوتك وخطيبة زوجك بالماضي؟ أختي بتعرفي إنه أنا مو طايقة أشوف وشها بنوب. أساساً أنا كنت رافضة روحها، بس بده ياخد ريان على العرس لهيك وافقت روح. إيه معه حق، بده ياخد ابنه معه وأكيد الأم كمان. على فكرة كتير حلو، مزغرك كتير ولونه حلو كتير. ريان بلش يرتاح له ويحبه أكتر لعمران لأنه الدم بحن. هو ولد بالآخر وبيحب يلي بيهتم فيه، عم يجيب له هدايا وعم ياخده على المدرسة كل يوم. مع هيك بيضل بالنسبة لإله شخص غريب وما رح يعامله كأب أبداً. وهذا اللي بدك يا أنتي؟ وبعدين عايدة حتى لو طلع عرفان من السجن ما رح يرجع لك، والأفضل تفكري بحياتك. أعطي عمران فرصة. أنا مو ناطرته لعرفان، الموضوع ما له علاقة فيه. أما بالنسبة لعمران أنا بعرفه منيح ومستحيل ارتبط فيه حتى. لا لا تظلمي، بجوز يتغير وشكله عم بيحاول من هلأ. عايدة أنت صغيرة وحلوة، اشلحي الخاتم، ما عاد له لزوم هلأ لأنه عرفان طلقك. ألف مبروك. شكرا. دخلت بعشرين سنة وطلعت بعد كم يوم، ما عرفنا ليش دخلت ولا حتى عرفنا كيف طلعت من السجن. بشوية حظ، القاضي شاف إنه الأدلة مو كافية ولهيك طلعني بكفالة. منيح، يسلموا، رح رجعهم بأقرب وقت. على مهلك، مالي بحاجتهم هلأ، تفضل حتى وصلك. اسلم وخليك، انا بقعد بالجهه الثانيه. اسلم ايديك.
يسلموا ايديك. شكرا. اهلا وسهلا فيكم. كأنه شال حلقاتي. بس مو مشانك، وانا اجيت معك كرمال ليا. بدي روح شوف السفن. شوي شوي. عيلة خانم، الكل ناطرك. منظر بياخد العقل. بصراحة كل شي مر بحياتي كان بشع كتير، بس بالمقابل في شغلتين حلوين. الأولى قدامك، البحر، ولا أحلى من هيك. أما الثانية فأنتي، رغم كل شي ساويتي وعملتي فيني، ومع انك سكرتي الابواب بوشي وصرختي وعصبتي علي، بس انت بتضلي احلى شي صار بحياتي. تعودت عليكي وعلى عنادك. يعني صحيح عم تتصرفي معي باسلوب بشع كتير، بس كله بيتغير، وبرأيي نفتح صفحة جديدة ونطلع نتعشى مع بعض. عن جد؟ لوين رايحة هاي السفينة؟ توصل بضاعة. هاي سفينة شحن وبتنقل بضاعة للمواني. مرة ركبت أنا وبابا فيها. مو بسفينة شحن، وقت ركبنا بباخرة صغيرة. كان مشوار حلو كتير، تفرجنا على الجبل والفيلات، وكمان شفنا السور. بتتذكر مو؟ بتذكر نكب الحليب على تيابي وصرت أبكي. مو حليب يا روحي، كنت عم تشرب سحلة. وقت أبوك شلح كنسته وعطاك إياها، بس كانت كبيرة عليك وكماما طلعوا طوال. إيه كنت بضحك. صح. خوفتني كتير يا ولد. أنا شبح وجاي أكلك. يا روحي. المفروض كون أنا يلي عشت هالرحلة مع ابني. لازم نعوض كل هالذكريات الحلوة. حبيبي، شو رأيك بهديك السفينة؟ ليك قديش سريعة؟ أنا رايحة شوي وبرجع لكم. تفضلي. عفوا، ما مو مشكلة، عادي ولا يهمك، ما صار شي. مو وقتك هلا، في شي أهم. كنت عم بقول لحالي نطلع أنا وأنت وأمك بهديك السفينة ونخليها ياخدنا مشوار حلو وين ما بدك، شو رأيك؟ السفينة اللي ركبت فيها مع بابا أحلى. إذا ما بدك نتعشى، خلينا نفطر مع بعض. رح أخذك على مكان بياخد العقل، لسه هالمنظر ولا شيء قدامه، بكرة بتشوفي. مو لحتى أقبل بالأول. يا روحي، وين رايح لحالك؟ ريان؟ Thank you.
ابني. ماما شوفي حبيبي انت شو عم تعمل؟ ممكن تقلي هداك الزلمة هون؟ اي زلمة؟ اللي واقف هونيك. ناوي تفضح حالك بهالسرعة يعني؟ هذا الواطي جنب ابني. ايه شو تعال. بدك تعمل؟ تعال. انت شو مشكلتك؟ شو عم تحاول تعمل؟ ليكون بدك تخرب العرس عرفان؟ لا اكيد ما رح اعمل هيك، بهمني ابني وبس. لا تتصرف في تهور، استنى الوقت المناسب، ما بدنا مشاكل بوجود الناس. بعدين انت عطيتني وعد، ما بيصير تخلف في وعدك الي. ابنك بترجع بتشوفه، بس هلا اصحك تعمل شيء لو سمحت. ما توقعت تجي، طالعة كتير حلوة. شكراً، كلك لطف. آيلة خانم عزمتني فقلت ما حلوة إني ما أجي. كيف صار أبوكي؟ بابا؟ منيح، منيح كتير، وكنت مشغولة فيه ما صح لي أحكي معك، لا تواخذني. ولا يهمك، وأنا كنت مشغول. أعزائي الحضور، بس من هلأ ورايح لازم صير شوفك، وما تقلي لي عندي شغل، ضبطي أمورك مشان نلتقي دائما. أصلاً ما في شغل بنو، يعني إذا ما وظفت حدا مكاني فأنا مستعدة. طمني، أنت مكانك محفوظ، فيك تجيبك وأبدي شغل فوراً. من عيد السؤال، بتقبلي بالسيد سليمان يا وانجي إنه يكون زوج إلك؟ العروس على قد مو طالعة حلوة على قد مو متوترة. حبيبتي بقبل. السيد سليمان يا ونجي، بتقبل آيلة يوجي داغ إنها تكون زوجة إلك؟ أكيد. إن شاء الله، ألف مبروك. أنا مو مبسوط وهداك الزلمة هون. طيب ماشي شوي ومنروح على البيت. أي حبيبي ريان، فينا نروح على البيت إمتى ما بدك. ماشي، بس بالأول بدي أقول لك شي. هذا اللي مخوفك بتعرف شو اسمه؟ اسمه يا روحي أنت راكان. أنا بعرفه، لهيك ما في داعي تخاف منه. هو ما في يعمل لك أي شيء، لأنه بيعرف إذا زعلك أنا رح أضل أضربه لحتى يموت. ما في داعي إنه نمد إيدنا عليه، إذا عمل لك شيء الشرطة بياخده، تمام؟ ما هيك؟ بس هو معه سلاح. ونحن في معنا، إذا معه يعني، وإذا بفكر يقرب منك أنا رح شيل عيونه. حبيبي يلا خلينا نروح. هلا عمو عمران بيوصلنا، هو معه سلاح وبيحمينا. طبعاً طبعاً، بس بدهم يجيبوا الجاتو، خلينا ناكل الأول. ناكل الجاتو قبل. لازم نبارك لهم قبل ما نروح، مو حلو بعدين بيزعلوا منه.
كأنه العروس وشها خير عليك، لأنه المناقصة تبعكم الظاهر مشي حالة. نوزت أنت بتعرف وضعي، وبعدين لازمني مصاري، يعني لا يغرك العرس والقصص كلها. تكرم حط إيديك ورجليك بمي باردة. إيه والله ما قصرت. عروستنا الحلوة من هلأ ورايح رح يصير بينا زيارات عائلية. بتمنى والله، بس ما بدي حطك بموقف محرج. نعمة خانم بتكون مديرة الجمعية يلي حضرتك عضوة فيها. إيه صح. إذا مو غلطانة. طيب منشوفكن لكان. أكيد منشوفك مرة ثانية. شكرا. امشي مبارك لهم. ألف مبروك. ألف مبروك يا بيك. شكرا كتير عمران. أنا حكيت مع نوزة موضوع المناقصة والوضع تمام. المكتوب ما منه مهروب أكيد، وأنتوا مكتوبين لبعض كمان. أنت وعمران لابين لبعض يا عايدة، اتنيناتكن خوانة ومو فارق معكن شي. برافو. ما بعرف إذا لازم أكون مبسوطة لأنه عرفان بالسجن وما أنه هون، بس منيح ما شاف هاليوم. معك حق. ما في مشكلة. مبروك. تتهنوا. بالإذن. شكرا. شو عم تعملي هون؟ ولو انتو عزمتوني على العرس وما لقيت حلوة ما اجي وبارك. ما حدا عزمك ومو ناقصنا فضايح، فأصري الشر وروحي من هون. مين اصل الفضايح، انا ولا انت؟ ما بكفي حطيت حبيب عشيقتك بالسجن؟ لا، وطلعت ركت تزوجتها كمان. بس روق روق وطول لي بالك، بس تموت من الجوع انت وعشيقتك، وقتها رح تعرف قيمة نعمت وتعرف بأي جهنم عم بتعيش. نعمت؟ ايش؟ تعي 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 يا بنت، تعي تتهني. هاي ربع ليرة ذهب بحالها، بتستاهلي. منشان وقت تحتاجي مصاري تروحي وتبيعيها. أمي يلا. شو جابك لهون؟ ما لازم تكون معهم، كنت لازم تكون جنبي. بس يا عيب الشوم. خد هدي أعصابك كرمالي. مين عزمة؟ ما بعرف، وأنا مستحيل فكر. وشو جاب لهون سليمان؟ شو بعرفني أنا؟ خلص اهدي روقي. ريان حبيبي شوي تاني بيجي الجاتو. ماشي. إجا تاتا. بشو محشي هاد؟ محشي بالتوت. ما بحب القاطو بالتوت، خلونا نروح على البيت. طيب خلونا نروح، أنا رح وصلكن، لا تاكلوهم. اتفقنا؟ عارف شو؟ إذا بدك هلأ منشتري القاطو اللي بتحبه ونحن راجعين، منيح هيك؟ تفضل ريان بيك. تعال يا روحي تعال. تعبنا اليوم كتير. ايه والله. فوت لشوف. شوفك بكرة. عايدة. بس يروح ريان على المدرسة، شو رأيك نفطر أنا وانتي؟ بابا؟ يا روح أبوك. معناتها مو حلم. لا مو حلم يا عمري، إجا أبوك. يا حبيب قلبي وعمري، يا روحي أنت.
يعني ما رح تستسلم ما هيك؟ أبدا. بكرة الصباح. اجي وضمك. لو تعرف قد اشتقت لك يا حبيبي. انا كمان كتير اشتقت لك والله. يا روح قلبي انت يا روح. كان في كتير ناس أشرار بالسجن؟ كان في طبعاً، والأشرار كانوا كتار، وفي شوية عملوا شغلات مو منيحة بدون قصدهم. لكن راكان ليش ما فات على السجن لهلأ؟ هو شرير كمان. فعلاً هو شرير، بس لا تاكل هم، رح يفوت على السجن ويتعاقب على كل شيء. مستحيل يغلط حدا وما يتعاقب. أنت لا تاكل هم، إياك تخاف من الأشرار، اتفقنا؟ مستحيل خاف، عمو عمران قال لي معه سلاح رح يحمينا منهم. نحن في عنا عقل يا روحي، وما لنا بحاجة سلاح بنوب. رح نستخدم عقلنا لحتى نوقف بوش هدول الناس، لأنه العقل أقوى من السلاح بكتير. عقلك وبس بيهزم كل الأشرار. حتى راكان مو هيك؟ إيه حتى راكان، كلهم رح يتعاقبوا على اللي عملوه. أنت لا تاكلهم. تأخر الوقت، يلا عنو. يلا ريان غمض عيونك. يلا غمض. ما بدي غمض، بركي أنا غمضت عيوني وأنت رجعت على السجن. يا روحي ما بقى في سجن، حكيت مع الشرطة وطلعوني وعرفوا أنه أنا بريء ومو عامل شيء. أنا جنبك من اليوم ورايح، ما رح أتركك أبدا. تعال هون، تعال. زمان ما شفتك. يلا نام هون. يا الله شو اشتاق لك. كل يوم بيسألني ايمت رح يرجع بابا على البيت. اذا بدك فوت خد دوش وانا رح اجيب لك المنشفه. عامله شوربه عدس كمان تاكل. عرفان، بس قول اي شيء.
بقبل. تعال احنا معك. لا تخاف. انت قوي ما هيك؟ ما رح يصير شيء يا روحي انت. يعني والله ما طلبت شيء كتير، بس هو مخه سميك ورفع لي ضغطي. كل اللي طلبته اني بدي بندوره وجبنه بيضه مع فليفله، يعني الشغله بسيطه. بس شكله مهموم. لما يكون العامل مهموم بشغله معناته المدير سيء. خدها قاعده وما عاد بدي اشتري من عندهم. انا عفوا ما سالتك اذا كنت مشغول ولا مستني حدا. بالعكس جيتي بوقتك. اتاخر الوقت وما انتبهت على الساعه، اسفه. نهال خليك شوي. شو الموضوع؟ عدوي تزوج من حبيبتي السابقة وأعز رفيق عندي باعني، وهلأ عم يتقرب من زوجتي السابقة وابني معهم. يعني أنا عايش بالنار وعم بحترق نهالي وهنن عم بيتعبوا حياتهم بسعادة ورواء، بس شو بدك يصير أكتر من هيك؟ وما في شي حابب كمان تخبرني فيه غير هيك يا عرفان؟ وموضوع ابني كتير مضايقني. كبران وشعراته طولانين ورجع على المدرسة وعم بيصير معه قصص ما عندي أي فكرة عنهم. مين عم يلعب بعقله أو عم بيأثر على أفكاره؟ يعني بس هدول القصص. انسي هلأ شو بدنا بهالحكي؟ يعني قدرت تجيبي الملف؟ ايه قدرت تجيب الملف. هلأ أنا ما حبيت فوت من حسابي على البيانات فجبت لك نسخة مصورة. انت عظيمة. أنا لولاكي ما قدرت وقف من جديد. ما حدا غيرك صدقني. بتمنى أقدر أشكرك بعدين. وأنا كمان لو مو مقتنعة أنك بريء ما كنت رح أفكر أني ساعدك، ولا كنت رح أعرض حياتي المهنية للخطر. عرفان أنا كرمال أبي ولا مرة كذبت، لأنه ولا مرة هو كان بريء عن جد. اللي أنت بتذكر شو قلت لي من كم يوم؟ العدالة بالدنيا مهلا موجودة، بس بنظري موجودة، لأني بآمن بقصص الطفولة. كل شيء لازم تقوله لسادات والنائب موجود هون، كل الوثائق هون، احفظهم منيح، لأنك إذا ما قدرت توفي بالوعد اللي عطيتنا إياه رح ترجع على سجن مرة تانية، مفهوم؟ أنت شلون بدك توصل لهم عرفان؟ في ورا سليمان حدا بيعرف كل هالعالم، وهو اللي ساعده ليتمكن ويشتغل. مرته نعمت؟ شلون برأيك اجت على عرس اليوم؟ أنا اللي بعتت كرت الدعوة للعرس لنعمت خانو. ما في شيء أخطر من مرة حاقدة وناوية تنتقم، فإذا بقدر أقنع عدوة عدوي تكون صديقتي رح تنفتح لي كل الأبواب. إذا بيجي راكان على هذا البيت ما رح تسمحوا له يدق على الباب، مفهوم؟ من هلأ بتجمعوا كل أغراضه وكل شيء بخصه بتبعتوا له إياهم. خليه يفهم إنه اللي بيتحالف مع أبوه ضدي أكيد رح يدفع الثمن. شو رح يطلع معك من يوانجي هولدينج إذا صار سليمان برا؟ بيكون عامل منظومة علاقات تواصل وهي اللي بتفيدنا. لازم لاقي شي خبره للمحقق سادات. عم بتوقع في حال صدقتني يمكن توصلني لمجموعة من الأدلة اللي ممكن تفيدنا. ما بعرف مثل ما قلت لك رح أجرب، بس انت كأنك عم تفكري بشي أو في شي زعجك؟ في كتير متضايقة، رجلي كتير عم بيوجعوني بصراحة. مبارح طول الليل وأنا بالعملية ما نمت ولا ثانية، وبعدها رحنا على العرس فوراً. لا وشو؟ لبست كعب عالي، والله ما بعرف كيف بيلبسوه. معلش اشلح من رجلي ما هيك؟ أكيد ولا يهمك. وجوعانة كتير، جبت لك معي سندويش، بس وصلنا على كاستين شاي لو سمحت. آسف والله حقك علي، بس فكرتك رايحة فوراً لأن أختك بالبيت فما سألتك شو تشربي. لا هي مو بالبيت اليوم. وينها مع رفقاتها؟ لا راحت لعند عمتي. ممكن 2 شاي على 115؟ مع شوية بيتي فور كمان. شكراً لك. عند عمتك؟ ايه في عندي عمة واحدة منيحة كتير، وألف الحمد لله ما بتشبه بابا بالمرة. قلي لي شو قصتك مع أبوكي؟
وأنا بالصف الخامس. أبي سرق تلفزيون، وطبعاً كالعادة تخبى بالبيت من خوفه من الشرطة. لما شفته شدني من شعري وقال لي ما بتفتحي تمك بحرف واحد. وإجت الشرطة وفتشوا البيت، وهو كان مرعوب. فخبرتهم، قلت لهم ليك هو مخبي، لأنه بالنسبة إلي العدالة مهمة. شو رأيك نعمل نظرة؟ كل شي مكتوب بالتفصيل. نجمي أقرب حدا لسليمان، بتعرفه رشاد بيكون أبوها لنعمت، والشخص اللي عرفه لنجمي على سليمان إيه هو رشاد، وهن من ضاعة بأرزنجان، وكان رفيق أبوه لنجمي حتى. وفي عنا كمان سنان أوفلو، هو بيكون أصلاً صهره لنجمي، وبنفس الوقت هو حمالة محمود أبو مرته. استوعبتها؟ خير؟ يعني علاقات القرابة عنا بتفوت بالحيط وبتلخبط الواحد بصراحة، ولحتى أفهم الحكي لازم أعمل مخطط. إيه بيكون أحسن، وبتحط سهم ودائرة جنب كل اسم، وبتكتب هاي الكنة، هذا الأخ، وهي الحماية، وهذا الصبر. وبعدين بفوتوا الدوائر ببعض من كتر مو علاقاتهم الظريفة وحلوة وفاكي ببعضها. عن جد بدها مخطط، أنا زلمة أكاديمي، غير هيك صعب علي يفهم. عن جد شي بيضيق الخلق، أنا آسفة والله معك حق. لا، والأفضل حط جنب كل اسم صورة شخصية مثل الشرطة لا أقدر ميزهم عن جد. طيب نبدأ من هون. نجمي. ما توقعتك رح تضحك. فعلا الإنسان مرات بحس حاله خلاص ما بقى رح يضحك ولا يكون مبسوط بأي شيء. بس ضحكت ورح تكون مبسوط. هاي إجا الشاي. مساء الخير أستاذ. مساء الخيرات. شكرا لك. تكرم عينك. جيهان منيح؟ تمام، وأنا هلأ بالفندق. معليش أحكي معك بكرة؟ ماشي، أكيد اتفقنا، مشكور. آسف بس كان تليفون ضروري، وهذا الفيديو فور كمان. Thank you.